والحقيقة كل الشكر لكل السادة المحافظين والمسؤولين والإداريين والعمال اللي بتنزل تشتغل في هذه الأجواء عشان تحاول تصرف كميات المياه اللي بتبقى متراكمة في الشوارع عشان الحياة تقدر تمشي ويحافظوا على حياة الناس. واحد من هؤلاء الحقيقة واحدة من هذه المحافظات كمان هي محافظة اسكندرية، وبرحب بسيادة اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية اللي معانا على الهاتف. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير عمرو بيه، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك يا فندم، ارجوك طمنا يعني في جهود بتتم، وكان لينا مكالمه الاسبوع اللي فات حضرتك ذكرت ان بيتم الدفع بعربيات اضافيه يعني سواء من الصرف الصحي او من المنطقه الشماليه العسكريه عشان محاوله يعني تقليل الصعاب على المواطنين. ارجوك قول لنا الوضع النهارده عامل ازاي؟ لا الحمد لله النهارده الوضع افضل من امبارح. الحقيقه يعني احنا شغالين من الصبح النهارده، عندنا امطار بسيطه ومتوسطه على انحاء اسكندريه ولكن خفيفه. النهارده شغالين كله عربيات الصرف الصحي بالتنسيق مع عربيات المنطقه الشماليه والقوات البحريه بنصرف المياه اللي موجوده في الشوارع الجانبيه. عندنا الشوارع الرئيسيه كلها الحمد لله تعمل بصوره جيده جدا، سيوله مروريه كويسه جدا. بعض الشوارع الجانبيه فيها مياه احنا بنصرفها دلوقتي. عندنا بعض المناطق زي عزبه في مصطفى كامل، عزبه الشيمي كانت الميه نزلت فيها امبارح بغزاره. النهارده بنصرف الميه، الوضع دلوقتي لحد ما كويس، ما فيش مشاكل كبيره. كان في بعض الميه اللي اتسربت للبيوت الحمد لله صرفناها بالكامل. لو اي استغاثات من اي مواطنين احنا بنبعت عربيات الصرف الصحي. الحمد لله النهارده افضل كتير جدا من امبارح. كم الامطار اللي نزل امبارح كان غزير جدا وبلغ 7 أضعاف الطاقه الاستيعابيه. لكن الحمد لله الامور تمام. بالتنسيق والتناغم بين الاجهزه كلها عظيم، الامور ماشيه كويس الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للدراسه يا فندم اخبارها ايه؟ جامعه اسكندريه طبعا اليومين اللي فاتوا كانت الامطار شديده وتوقفت فيها الدراسه. هل في نصائح او في حاجه تتعلق بالعوده، عوده الجامعه او عوده المدارس في اسكندريه او توقفها؟ النهارده احنا كمحافظه اسكندريه ما اعلناش، انا نسقت مع هيئه الارصاد الجويه، عرفت ان عندنا بكره امطار بسيطه جدا وبناء عليه المدارس هتبقى شغاله ان شاء الله. عظيم. ما اعلناش اي حاجه عن المدارس، احنا عطلنا الدراسه السبت والحد اللي كان فيهم امطار كبيره جدا. النهارده بكره ان شاء الله وفق الارصاد الجويه الامور ان شاء الله هتكون طيبه، هتبقى امطار بسيطه على مدار اليوم. لكن مش هتعوق العمليه الدراسيه ومش هتعوق ان اولادنا وابنائنا يروحوا المدارس باذن الله. ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. بشكر سيادتك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه.